اختي كنتمنوا من الله يدير لنا الشهود الخير من هذا الوباء، وحنا كنتمنوا من الله الناس ينظموا راسهم بلا ما ينظمهم بنادم. حنا المرض عندنا في الدوار اصلا، هو كاين بزاف الحالات كاينين، ولكن الانسان خصو يدير تباعد، خصو يدير الكمامه ديالو، يغسل يديه، بزاف الحالات الوقايه راه احسن من العلاج. اما السوق خاص بنادم واحد بعيد من واحد، في الطريق كيدير الكوميسير، في الدار، في الزنقه، في اي حاجه، الناس عارفين وكيتعاماو. اما حنا دابا اربع الحالات عندنا في الدوار، هذا اربع الحالات كاينين في الدوار. يلا تسجلوا، يلا تسجلوا الدو منهم حاله وحده راه في السبيطار، والحالات الاخرين راهم باقيين ما جاو لا يقلبوهم لا يسولوا فيهم حتى شي حاجه. اش من دوار هذا؟ دوار المكانسه. دوار نبيل. نبيل المكانسه، كتسمى المكانسه كلها. يعني وانتم يعني واش هما جيرانكم قراب ليكم؟ راه من بعد منا حنا كاع ولا منطقه وحده، كلنا حنا منطقه وحده كاع منتمين لبعضياتنا، ماشي بزاف. وملي سمعتوا هاد الحاله الجديده تخوفنا؟ تخوفنا، حنا خارجين نديروا سميتو نديروا حمله على حساب هاد الوباء. حنا فاعلين جمعويين ولاد المنطقه، حنا ساكنين هنا وكنعيشوا هنا، وحنا وليداتنا وكلش. وبالنسبه للسوق هو اللي فين كتجيو ليه؟ السوق ديما كنجيو ليه، ما ملي غنتقداو هذا هو السوق ديالنا، نتقدو منه ديما. كيكون عامر بزاف. عامر، كيكون عامر بزاف. دابا راه شويه ما بقاش كيعمر كيف كان. الناس ولاو شويه متخوفين، بداو كيديروا الحذر ديالهم. ملي متى واش ملي طلعوا الحالات؟ دابا ملي ولاو الحالات عندنا هنا، الناس داروا احتياط، ما بقاوش يخرجوا، ما بقاوش كيديروا سميتو الجمع بزاف، ما بقاوش كيديروا على حساب ذاك الوباء. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.